ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. رأينا كيف أن خلق الإنسان يمر من طور إلى طور. خلقنا الله سبحانه وتعالى أطوارا. وجاء في الحديث الشريف الذي يخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل الله بالرحم ملكا، ملاك مخصص لخلق الجنين، وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. في هذه الثلاث مراحل قبل أن يسوى خلق الإنسان، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أراد الله أن يقضي خلقا، يعني بعدها يتخلق الإنسان، قال: يا رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. من علم الله سبحانه وتعالى الذي وسع علمه كل شيء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الله سبحانه وتعالى الذي بالنسبة إليه الماضي والحاضر والمستقبل سواء، فهذه كتابة علم وليست كتابة إجبار. خلق الإنسان في هذا التطور معجز هائل، كما رأينا في الصور التي عرضناها، شيء عجيب لا يستطيع من يراه ويتفكر فيه إلا أن يسلم أن هناك خالق، وأن هذا الذي رأيناه لا يمكن أن يكون قد حدث صدفة. يقول لينار نيلسون: بعد أن تتبعت بالصورة تخلق الجنين منذ بدء تكوينه، بل قبل ذلك، من قبل أن يتكون الجنين من المني والبويضة، من قبل ذلك، منذ خروج البويضة من المبيض، رأينا هذه الصور. يقول: بعد أن تتبعت بالصورة تخلق الجنين منذ بدء تكوينه وحتى خروجه من رحم أمه، أنا لا أستطيع إلا أن أقر وأعترف بأن يد الله هي وراء كل خلية من خلاياه. خلق الإنسان عجيب، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي صور، وصوركم فأحسن صوركم، وهو الذي وضع المقادير لجسد الإنسان بالتفاصيل، لكل عضو، لكل خلية، ترتيب دقيق وتقدير عجيب. يقول تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي برأ، وهو الذي صور، الخالق البارئ المصور سبحانه. يقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. عرضت لكم الصور متتالية وأدركنا الوقت فلم نعلق عليها، كيف أن كل ما رأيناه أصله مذكور في كتاب الله رب العالمين. ولنقرأ الآيات ولنتذكر ما رأينا. يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، وقد رأينا النطفة، ثم من علقة، وقد رأينا العلقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وقد رأينا المخلقة وغير المخلقة،
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. انظروا إلى العلم، وانظروا إلى كتاب الله رب العالمين، هل ترون تناقضا؟ لا إله إلا الله الذي أنزل القرآن، لا إله إلا الله الذي خلق الإنسان. ويقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. خلق العظام بعد المضغة، قبل اللحم، وقد رأينا ذلك. يقول تعالى: فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه. أثم التناقض؟ هل كان البشر يعلمون أن الإنسان تخلق عظامه أولا ثم تكسى باللحم؟ لكن القرآن يذكر ذلك بكل وضوح، ويقول سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. رأينا النطفة، النطفة 90% ماء، من ماء، هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى، ماء، ثاني أكسجين وهيدروجين، ماء، 90% من النطفة ماء. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقد رأينا إعجاز الله عز وجل في السمع وفي الأبصار وفي القلوب. قليلا ما تشكرون، اللهم لك الحمد والشكر. ويقول تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير سبحانه. وآيات كثيرة كثيرة تتكلم عن خلق الإنسان، لأنه خلق معجز، ولأن القرآن يصف تفاصيله قبل أن تخلق التلسكوبات والميكروسكوبات، تفاصيل هذا الخلق. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. من أنت أيها الإنسان حتى تجادل الله عز وجل؟ من أنت؟ ألم تكن نطفة لا ترى بالعين المجردة؟ من أنت حتى تخاصم وتجادل وتبين في هذا الخصام؟ من أنت؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ويقول تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. يريد الله سبحانه وتعالى أن يمتن على هذا الإنسان ويذكره بأصله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم أتى، أتى لما كان نطفة لم يكن شيئا مذكورا، شيئا صغيرا لا يذكر. وقبل أن تتشكل النطفة أين كان؟ قبل البويضة وقبل الحيوان أين كان؟ هل كان شيئا؟ ما كان شيئا يذكر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر
لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج اختلطه نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل، دلنا الله سبحانه وتعالى على الطريق على الحق في العلم وقبل ذلك في القرآن. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ونحن إن شاء الله من الشاكرين الذين نحمد الله تعالى على نعمه في خلقنا وفي رزقنا وفي كل النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خلقنا الله سبحانه وتعالى لغاية، هذا الخلق المعجز لا يمكن أن يكون صدفة هكذا بلا هدف، لا يمكن أن يكون ليس له نهاية إلا هذه الحياة الدنيا، لا يمكن، لا يمكن هذا الإعجاز أن يكون بلا حكمة، لا يمكن. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. ورأيناكم مرحلة التسوية، أريناكم مرحلة التسوية كيف سواه، كيف كان يشبه الدجاجة والسمكة والضفدع ثم سواه الله عز وجل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه قادر. ويقول تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. إذا شاء كما خلقه أول مرة يعيد مرة أخرى. كلا لما يقضي ما أمره. ويقول تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذا الماء من أين يأتي؟ يأتي من الرجل ويأتي من المرأة، فيكون نطفة أمشاج مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.